إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. طاوضيال وبرنامجكي أي صوت دياريسي هيا دفافنت الدينة إسلامك أيو تلقى شيء وعي قلنت ومضى وواه برنامجي دي أي تامعادها إيو دكسية سرائيو ددوينها أيو تشاهدين شرتي إما كان قايبتي تلفيشن كأوعيهان وعديهان أيو تلقى شيء إسكا كاشدين سومالي تشانل وموضوع أن أفراد وحينو عاوة كغهر لنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وناقو الله يسفره وما هان الله يسكر هيبو هيا الدني وحويان وحيو تاقنت هايين ايدادك وناقا نفرتو وما هان اي كرهبتو وانا حلك سارا ولمدى دمانتين وآه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنو يهي الشيء واجبة وعلمدنا يحل سارا تاي إن يقول تانا أي واجب تاي حايا لهدي حموه فافو أو فرها وكبحه أو علمه دنائي كهل اللي ويدو ولو ذا هلاك سمية سادر تدبي واجب تاي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن مروا البلا حلو إلهي بابحر سبحانه وتعالى والتكم منكم أمة هايذن كم من نقطة كوحي يا أمة دي يدعون إلى الخير تدك وناك ويرسة وينهون عن المنكر حما هناك الرئيسة وأولئك هم المفلحون كواسين وكو ليباني ويا هايذن كم من نقطة كوح يا أمة ميلك السوء أتشوكتان يا وقتك السوء أتشوكتان تدك نواناك فرية حما هناك الرئيسة كواسين وكو ليباني ليبان تحقيق ذا كو ليباني وكو مر والبع رسالة داودة يا مارت الدعودة ee wanaagana dadka faraya xumaana ka reebaya meel kasto ay joogan iyo waqti kasto ay joogan ummada hadii laga waayo dad wanaaga fara xumaana ka reeba ummadaasi way halaagsamaysaa waanay baabaysa marka xumuhu u bato wax ka reebana la waayo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas waxaatiin ummati ugu khayr badan ummatu muhammad ee dadka loo soo saaray سببت خير أمة أنقى تنوامها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تتكونا قافر إيسان فما هنوى كرهي بيسان شيء قوانا كسن وإن دتك الله فراء الله يروحى هلا يال وحى هلا السماي فما هو إن دتك الله كرهي بقى وحى الله وحي حون أردن وإن دتك الله وحى منكر ووح كستاء الشرع وديدي عقل قوانا كسن إلا وديدي يا منكر ليلا لعقل قوانا كسن إيو دينتو إسكوتا جيان عقل مركو لا يحضو تو حويا كايس قال مش يجي لكن مركو توسني هاي فترة دي وناس سنة دكوس سوين هاي وحيحون وكيا قيصانية دين تنو تاعي دي دوي كاس على رحنا منكر منكر كمرك عدد ككريبي وانا معروف كنا فريا فعروف معروف كوام حي وشيء كستقو وناس سن ودين تنو اي نفر تبا معروف ليرا معروف وحلا رحنا شيء كستقو وناس سن ودين تنو اي نفر تي هلا هذا معروف عقلي جواناك سنين وقرانا يعني بهالشيء جواناك سنو كل مفصول أيوه عقلي سليم كاهف في عن تدك مؤمنين تأنا صفات كذا عيت هاي وإله باب حوري والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض مؤمنين برببر أي جرجارة أي كلمة أي إسقيهين برببر بي إسيهين أو إسكيان أو أي مرت إسكون سريان أو كم إذا هذا بربر بكاء هذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وانا جاي سفريان حماهنا ويسكريبيان وصفات كدت كمؤمنين تعليه وضد بربر بكاء هذا أو يجوس كيا أو يجوس كوكيا أنا أو يجوس أه وانا جاي سفريان حماهنا ويسكريبيان كهوي
تؤمنون بالله الله نور رمانيا مركا إيمان يعمل صالحة ويان تذكر مؤمنين تدا إلهي رسول بهم يون عمل صالح إليه ما دين وحويان صفاتك إليه إنه وحويان وناجع سفريان حمهرة ويسكريبيا كواوي مركا وصفاتك لكن منافقين توام حي والمنافقون بعضهم أولياء بعضهم من بعض بربا بربو كا هذا يقوم حي عكس يقول وام حي حما هنا ويسفريا وهنا كان ويسكريبيا وصفاتك منافقين تو إليه وعكس مؤمنين توي وبربا بربو كا هذا يقول ويسكي أنا ويسكو ميدو ويسكو دينو ويسكو دات لكن منافقين توام حي يقالدو رقم كود وام حي إنه يوح الله وحي حنا أي سفران وحلوحي وناكسنة إسكريبان شو دين تإسكريبيان وحشو تإسكريبيان وأخلاق ذو ناكسن بإسكريبيان ورقن كون ناكسن محي سربيان محي سفريان قال لماذا إيو مارت حارانتا إيو سيندا إيو خمرقا إيو بلا يورن بسفريان إيو تاسي وناك إيو أركيا مركا هو عكس قددك مؤمنين تأوي إلهنا سبحانه وتعالى مركو كهد لأي خيبان إسرائيل صدح قولو markii yoom sabti loo diiday la yidhaa haayeen ha ugaarsanina maalinta sabti saddex bay u qaysameen qolo way ugaarsadeen inta xeeladaysteen qolona way ka reebeen qolona waxa ilaahay maxaa naga galay anaga dibna ilaahay subxaanahu ta'ala maxuu yidhi fa anjayna alladheena yanhauna 'ani su' wa akhadna alladheena dhalamu bi'adhabin bayisin bima kanu yafsuqun waxaanu badbaadinay kuwii xumaha ka reebay ee yidhi war waxa ilaahay uu noo diiday war iska daaya كوي يري وانو بدباد النبي الهي وحنو قبنني كوي دول مغلي بد عذاب حنبانو كو قبنني فسقي يو اللي هي عاسين درتي عاسين مدي اللي مدي ودي طايرة لغا كوي آموسين وحل الوال لغا آموسين ودي الهي موشي مكا علم دو حيلا هذين إني هلاك سمين إيا إني بدبادين لما كلا قرنني marka xataa ka aamusa ma badbaadaydi halis buu ku jira marka waa in xumaha laga yaqiiqsooda weey waa in laga hadlo weeyaan waa in dadka loo sheego weeyaan culimadu waa inay hadashay xaq cadaysi weeyaan dadka muslimiintina waa inay qaataan weey meel kasta oo joogan waa inay qaataan weey oo xaq marka lagu sheego qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur bay ilahay xaq rabbigiin buu ka ahaaday qofkii doonaana had تيدو قف كتونا أنا هرع معناه واحد شباب ويا فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر وحي كجارة وراكي تمر هدي حق لجو عطيك لين لين حق لجو درقن ماية كي تونا أنا هرع وكي تونا هدي ده بروح قف صدو وراكي تونا ده كي راعة ده أبال كي سهلي كي دي ده أنا ده أبال كي ده هلي تونا وي لكن واجب علماء صار نوح وي هي ضدك مسؤولين تأ حق صار نوح وي إن يجوا حق شيعان أو يعطيها، أو أي أنت كلام كذا أنا أدفليه. حديث كان عطيني هذا مراتبته، الأمر بالمعروف والنهي عن المكر مراتبته أولي هاي. حديث كان أي عطيني النبي عليه الصلاة والسلام كعتي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك إله من مقلع السجالة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قفك إذن كم إذا منكر أركها قعنتي ساكو دوري فإن لم يستدع فبلساني هدو كرواي عربك هكو دوري فإن لم يستدع فبقلبي هدو كرواي قلبك هكنا وذلك أضعف الإيمان إيمان واك أقول لي توي رواه مسلم حول النبي عليه الصلاة والسلام منك إذن كم إذا إحما أركها كم مقلانا والمد كأركبا ليري كم مقلانا والمد ها كدوري قعنتيسا وهو ايكو قعنتودا كدورينيا و مسؤولينتا ويا قف وليبا ماشا او مسؤولكا كيهاي اي سيطردا اي اوود او كليهاي ايو قعن كغه فلنيا مدحوينه امطا او تاليو توا انو قعن وخ كغه قبطا وخي منكر ودا حمو سيندا خمرغا هدي الا لهدو قتلغا ان هدي لهدو وخ لا وخي دي حمان هودن توا ان او قعن وخ كغه قبطا ويا هو حدا يا قبطه شرعي كفوليو كوحتلا لدلو كهديا لهذا سنة سنة يا شرعي على مريو
mid walba sidii sharci uu xadku u yaalay lagu qaado. Waa awoodda uu leeyahay qofka mas-uulka wey. Fama la miya sadex hadduu kari waayana fa bilisaanihi, waa culimadii weyaan. Culimadu iyagu waxa weeyaan dee inay xaqii cadeeyaan unbaa iyaga saaran, inay iyagu dee gacanta wax kaga qabtaan iyaga ma saaran. Mar haddaan mas-uuliyad aanay iyagu wixi saarayn, waa inay maxkamadihii aanay ahayn ama dee ciddii fulinta aanay ahayn. Culimadu xaqay cadeynaysa, iyaguna waa inay xaqa cadeeyaan. Fama la min sadex fa biqalbi, hadduu kari waayana qalbiga ha ka naco, qalbiga ha ka naco. Marka waa saddexa martabood wey. Taa u horeysa waxa weeyaan qof waliba awoodda meesha u leeyahay, madaxweynaha, wasiirka, agaasimaha, maayarka, haddii la ilaahdo mid waliba awood ayuu leeyahay, mid walba meel buu haystaa. Hoosu soo daadeg, ninku reerkiisa iyo qoyskiisa ayuu dee ka mas-uul yahay. Hoos bay usoo wada tegeysa, ilaa waxay tegeysaa dee qoyska hoosay tegeysaa. Kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyati, nabigu calayhi salaatu wasalaam. Marka mid kastoo idinka midi waa raaciya waxbaa loo dirtay, waana la weydiinayaa wixii loo dirtay. Dabeedna wuxuu kasoo bilaabay imaamka, waa raaci ummaddaasu ka raaciyay, ninkiibuu ku xogsiiyey oo dee reerkiisu raaci ka yahay, gabadhii dee carruurtii iyo ninka gurigiisa bay mas-uul ka tahay, ilaa halka khaadimkii shaqadiida loo diray iyo hawshiibuu ka mas-uul yahay. Waa ilaa intaa wey, waa ilaa kaga hooseeya shaqaalaha ilaa madaxweynaha, mid waliba meel unbuu mas-uul ka yahay. Xaakimku meel buu mas-uul ka yahay, askarigu meel buu mas-uul ka yahay, haddii la idhaahdo caaqilku meel buu mas-uul ka yahay, suldaanku meel buu mas-uul ka yahay, sheekhu meel buu mas-uul ka yahay, ninku reerkiisu mas-uul ka yahay, gabadhu meel bay mas-uul ka tahay. Dee qof waliba meel buu saydareeyaa oo ficilka uu ku fulin karayaa ficil ku fuliyo. Kii intaa kari waaye miya, hoos buu usoo degayaayo martabada hadalka ah, war waxaa hala daayo, war xaqa hala raaco, war waxaas waa cisyaan, war waxaas waa dembi, waxa lagu halaagsamaya ha yidhaahdo. Intaa gudu kari waayeen oo shacabka iska daciifka ahe, qalbiga ha ka nacaan oo meesha xumaha lagu haya ha ka tagaan, oo dayagu yaanay camiri. Haddaad u sacbiso ood u nacamlayso oo aad u camirto, dala mid baatay waad la halaagsanaysa. Marka xumaha iyo munkarka iyo fasaadka waa inaad ka dheeraato weeyaan, qalbiga ka nacdo weliba adoo qalbiga ka nacaya. Waa maraatibtaa wey. Maantana walaalayaal, waxa fusuq dhacaya waynu arkaynaa. Cid ka hadlaysa iyo cid ficil wax kaga qabanaysa midnaba aanay jirin. Waxa faraha ka baxay khamrigii, waxa faraha ka baxay sinadii, waxa faraha ka baxay haddii la yidhaahdo tuugadii. Waxa weya waadii arkaya dee waxa balaayo dhacaysa. Tahriibkaas waa fusuq weeyaan, waa in wax laga qabto weeyaan. Dowlad iyo shicib ba ilaa waa munkar weeyaan. Caruurta yaryareed oo halaagsamaysa, oo hantidii ay ku baaba'ayso inta iyagii halaagsameen hantidii oo dhanna laga daba dirayo, waa naf iyo maal baxaya weeyaan. Waa munkar, waa in laga hortago weeyaan, la joojiyo wey, waa la qabto weeyaan. Khamrigii, sinadii, waxa la waxa xumooyinka dhacaya, waa in siday tahay wax loo qabto weeyaan. Qof walba mas-uuliyaddiisa inta saaran iyo xilka saaran ayaa la doonayaa inuu ka qayb qaato. Oo dee ummaddu waa taa weeyaan. Nabi wuxuu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka hadlaya inay dadka ummadda muslimiinta ahay inay ismaqlaan oo is-adeecaan, xaqana dee ay ku toosnaadaan, ayaa nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam xadiis aba waliid cubaada binu saamit radiallahu canhu qaala, wuxuu ihi baayacnaa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay wuxuu nagula heshiiyey ani samci wa daaca, ismaqal iyo is-adeecid, fi lcusri walyusr walmanshad walmakrah, markaanu culus nahay iyo markaanu firfircoon nahay, markaanu shayga markaanu fudud nahay iyo markaanu culus nahay, markaanu firfircoon nahay iyo markaanu karaahaysanayno shayga. Wa cala alathar calayna, wa cala atharati calayna, iyo haddii annaga lanaga doorbido oo lanaga eexdo wixii aanu xaqa u lahayn. Wa an la nunaazica alamr ahla, inaanan ehelkoodana kula murmin oonaan ku qabsanin amarkan ehelkooda aanan ku qabsanin. Ilaa an taraw kufran mubaaxan cind allaahi min allaahi tacaala fiihi burhaanun, shay dee aanu u haysanno gaalnimo cad oo aanu burhaan iyo xujo aan u haysanno mooyaane. Taa iyada waxa weeyaan waa lagula dagaalamaya. Wa calaa an laa naquula bilxaqi aynamaa kunnaa
لا نخاف في الله لومة لائم، لومة لائم، متفق عليه. وعلى أن نقول إن نحن بالحق حق إن نشاقنا أينما كنا ملك استون تشوقنا، لا نخاف في الله لومة لائم، أن نقول كبقني إني مذوح أنا أنت أن نقول كبقني حقنا إن نعطينا وحويان تدخل إن يسعبدعان أو أي سقبلان أو مدحي متشعي كليشان أو عدد مسلمين أمريكا كلا دمبيا أي نقدان قفك مسؤول له حلو دي بنت أن لو قف سنين إلا أنتو قال ما عدل إيمان أيو لكن حقنا إن الله جاب قانين مدح هذا أو هرتو ذا أيو يجو سو تاجن إن حق الله عطيه أنا من المؤمنين أم السلامة هند بنت عبد عن أبي أمي حذيفة رضي الله عنها أم المؤمنين أم السلامة هند بنت أبي أمي حذيفة رضي الله عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أم المؤمنين وحل قوري أم السلامة وحل قوري إن يتري حديث كان نبي كوريس عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء وحا مدح ذي النقنطونة ضد مدح فتعرفون وتنكرون وحنوات كقران دونتان وحق وافقي وحنوات كديدي دونتان فمن كره فقد بريع قفك كراهي يستئي كديدا بريب النقضي ومن أنكر فقد سلم فقد سلم قفك بريك النقضانة ونبات قلي ولكن من رضي وطابع لكن قفك رالك النقضة كراعة كاسوها لك سمين قالوا حنا يا رسول الله ألا نقاتلهم يانا لدك علمين قال لا بول ما أقاموا فيكم الصلاة انت الصلاة أي أوغية الصلاة تكون يعني جمعة يا جمعة أي أوغية وحلي النبي عليه الصلاة والسلام تطبع مدح يدين نقون دونا وحبا كو قران دون تانو حقي وافقي وحنا حقي سيقي دونا ننك هدبا وحاوة وحاحون أي لي مادين قفك كبري النقطة قفك كراهي استئي كنعا بريب النقطة قفك بريك النقطة أنا نبد ونبد قلي لكن قفك أنعم لي كراعة كاسوها لك سمي ولا ليالددك مسؤولين تأه حلبة سارا حلك أقوى إن الدين تو كساري إن الدين تو أمضى كو هجان أو أي حق كو هجان أو أي مدح تها أقول نقضان أي حق كسارين إن مرنا إذا أنتم مقراديات بني ذكو هجاميننا مرنا إذا هذا شعيد بني ذكو هجاميننا مرنا بلا دين بني ذكو هجاميننا ما يطالع ما ترن قف مردو مسلم يهيو وحقوه الرأي إلى علنا يقف كمسؤول كأيها مسلم كأيوا الدين تو تتكو إلى علنا دين تا أيو تتكو إلى علنا مركا حتى ما هدو الدين تا إلى علنا وأيو أو وقف يعصيان ولي ما دو ta inta tkuna ay u wada nacamleeyaan maaha imka wadigan arkay waxa fusuq dhacaya munaasabadka marka la qabanayo waxa weeyaan si statementka mayo kale ta waxa isyaan dhacaya ee maalinta dhacaya october bay naga dhamaanayso october ti Soomaaliya baabisay ee isyaankii iyo balaayadii dhacaysay iyo sanadii dhacaysay iyo waxa la wixii waata Soomaaliya la waayay dambiyada ugu waaweyn ay kabaayirta ahay baabiyeba ka mid ahay hadday tii naga dhammaan weydo waa mushaakil weya ummaddii baa la soo wada saaraya tumarkii baa la soo wada qaawinaya soo wada kacay guda iyo dibadba waa la wada qaylinaya meel walba abaabul baa laga sameynaya war ilaahay laga cabsado wixii cisyaana ikhtilaad haday tahay iyo haday tahay dumar qaawan iyo haday heesahan iyo waxan fawaaxishtan la soo bandhigayo diintu ma ogola إلهي سبحانه وتعالى الدولد نمه دون نسيي أو أمن دون نسيي أو إسلام نمه دون نسيي أو روك دون نوشوي أو نون نمعي إننا الحمد لله نرابه لكن إن دولد نمه لا يا لا قاتو إن تهايون دربان لا توما إيو تبلدك إيو عصيان لا سمايو ماي إلهي سبحانه وتعالى صدا ومد أقوم تقلد كلم وحلا دون يقفك وهدي إلهي سبحانه وتعالى أكون نمعي إن الحمد لله تراه لا يحر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
dadka markaanu makansiino arlada kuwaanu arlada makansiinaynaa ayuu ilaahay tilmaamay ee arlada ilaahay uu ku sugayo waa kuwa markaanu arlada makansiineynu madax uga dhignaynu mas-uuliyiin aanu ka dhigno ee cadowgooda aanu ka jabinay iyagu ay gacanta meeshii ku dhigaan aqaamu salaa salaada ogaya waatau zakaa sakada bixinaya waamaruu bilmacruuf wanahow can lmunkar dadka wanaagga faraya xumahana ka reebaya walilaahi caaqibatu lumuur cidhibta dambena ilaahay baa iskale dadka taa weeya dadka ilaahay dowladnimada uu siinayo ee hadday aqoonsi doonayaan ilaahay uu siinayo ee hadday horumar ilaahay uu siinayo ee caalamka inay ka mid noqdaan ilaahay uu cagaha ku taagaya waa kuwa sifaadkaa leh waa kuwa salaada ogaya waa kuwa sakada bixinaya waa kuwa wanaagga iyo wanaagga isfaraya waa kuwa xumaha iska reebaya cidhibta dambena ilaahay baa iska leh laakiin haddii dowladnimadii loo qaato durbaan la tumo haddii dowladnimadii loo qaato dumar iyo caruur lasoo saaro haddii dowladnimadii loo qaato cisyaan haddii loo qaato uun ismuujinuun ummad dhan oo waxaad arkaysaa inta xafladaha iskugu yimaadeen dibad iyo gudaha baldaawo telefishinna waxa laga sii deynaya oo acyaantiya iskugu imanayso madaxweyne madaxweyne ku-xigeen wasiiradii haddii la idhaahdo golayaashii oo dhan haddii la idhaahdo culimadii salaadiintii cuqaashii odayaashii waxgaradkii ganacsatadii rag iyo dumar inta laysku yimaado uun heesa uun la daawanayo ummaddii dhan madacyaanta ilaa sheekhi heestii daawanayo iyo ma garanaysaa iyo majaajille iyo riwaayada uun la daawanayo waxa weeyaan ummaddaasi mir ka hadhi maayo ummadda caynkaasa ee xataa qaal allahu tacaala ya waxaan xataa waa cisyaan aanu xataa odhanaynin wadaadkii joogay aanu odhanaynin war waxaan ilaahay ma ogola sidan ee dabeedna sidaa loo yaqaano inay tahay inay tahay dabaaldegii inay tahay haddii la idhaahdo kooshinkii in la gaadhay in la ismuujiyey in dowladnimo la helay in dowladnimadii in aqoonsi la gaadhayo maymaymay sida alle haddii la caasiyo aqoonsi baad sheegaysaaye cidina joogi mayso nabadgelyadaa la waayey oo roobkaa la waayey oo dowladnimadaa la doonayaa la waayey oo aqoonsibaa la waayey oo wax walba waa la waayey dibadaha balaag dadkii dadkeenii dibadaha jooga ee la doonayay marka loo tagaa ama madaxdu ay u tagaan la doonaya in la wacdiyo oo dhaqan iyo hiddo wanaagsan iyo islaamnimadeenni loo muujiyo ayaa dhaqankii hiddahaba waxa loo tusayaa inay tahay gabadh qaawan oo garays xidhan oo timahana markaas sii daysay iyo heesa la ciyaaraya hidiyo dhaqankiiba noqday hidiyo dhaqankeennu waa islaam hiddaheenna iyo soo jireenkeennu wuxuu ahaa islaam baynu ku abtirsannaa jadka jad dhaqankeennuna waa dhaqanka islaamka weyn laakiin dhaqankeennu ma aha caruur yaryar oo iminka waxaa soo baxay hablo yaryar oo aqalada inta lagu xareeyo hay-aduhu ay fangareeyaan oo dabeedna ardaydii yaryareed heesaha iyo hirwada iyo dhaantada uun la barayo oo namadii yaree iyo hablihii uun saasuun ay saasuun dhabarka iyo gacmaha iyo laabaha uun iskula dhacayaan oo caruurtii waxbarashada loo diray la doonaya inay waxbartaan dhaqankii laga qaribayo wa sidaasi maaha dowladnimo wa sidaasi maaha dadnimo wa sidaasi maaha islaamnimo war waxa weeye ilaahay subxana watacala aan usoo noqonno war ilaahay aan u toobad keenno war dadkeennan dibadaha joogee gaalo u gacan galay war wax wanaagsan ha loo geeyo maalintaa inta meel laysugu wada keeno eeg marka hablaha yaryar ee kacaanka a lasoo ururiyo ee inamadiina lasoo ururiyo meel laysugu keeno ee heesa loo qaado iyo muusika loo qaado ee qariisadooda la kiciyo waxa habeenkaa isku dhalaala waxa ka mas-uula ciddaa isugu wada yeedhay baa ka mas-uula ciddaa soo kicisay ayaa ka mas-uula waxa weeyaan waxaa la doonaya ikhtilaadka waa kii diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahayna subxana wa tacala ma ogola diinteenu ma ogola ikhtilaad rag iyo dumar oo khulwadaa la diidaya dumarku hadday meel gaara fadhiyaan ragguna meel gaara fadhiyaan oo la iswacdiyayo oo la iswaaninayo taa waa la ogolyay laakiin inta dhallinyaradii iyo rag iyo dumar inta lasoo kaxeeyo dabeedna weliba dhallinyaro dibadaha joogto oo islaamba aan joogin arla gaaleed joogto inta lasoo wada ururiyo oo wax alla waxa kii xumaay o dhan kii tuugga ahaa iyo kii xuma doonayay iyo kii haddii ilaahdo qaribnaayo dhami dee halkaasu soo dhex gelaya dabeedna marka qariisadooda la kiciyo waxaasoo dhan laysku wada basbaaseeyo meeshaa waxa ka dhacaya ood garanaysaate waxa ka dhacaya wixii oktoobaradii dhici jiray ayaa maantana ka dhacaya 18 May waa khatar weeyaan dibad iyo gudaba oo aada arkaysa haddii la weliba lagu faanaya ilaahay subxana wa tacala aynu ka cabsanno ilaahay aynu usoo noqono subxaana wa tacaala ilaahay nooma ogola cisyaanka ilaahay ma ogola ilaahay ma ogola subxaana wa tacaala in ummaddu hadday xumaha iska reebi weydo way halaagsamaysaa hadday ummaddu xumaha iska reebi weydo way halaagsamaysaa nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadi
وحن كل الله النفط يدق عن تيس كل جرتان كل دارته لتأمرنا بالمعروف ولا تنهون عن المنكر وما هذا نسكر يبي وانا جنوات نسفري أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم هذا سيدا يل وإذا إلى هاي حقيقة كويها إنه عذاب كيس إذا كنت صادري أو دبيتنا إلى هاي أنت بريدان أنا إذا كأقبلني هذا حما هاي سكره بويدان وأنا كان سفر بويدان إلى هاي حقيقة كويها أنت عقاب إذا كنت صورك عقاب كاس نوع دون نقنية نبت قال يا أم بنقنية أو وح نقنية خل خل بنقنية أو أبارون نقنية أو عذرون نقنية أو إسخلاف يستيل بنقنية يوح إنه دارك إنه كرمان لا نهاي بنقنية ما لسه سوي ردوك نبى صوت ما هبلاي نقدر احتوسسه مر هذيلا هذور شو يني بلاي اللي قلي مر هذيلا كل بوا حلا سكوب صنعي كل بوا مرني قيلة يتشقاق داسم بالهيني روح لي نبى عليه الصلاة والسلام هدان مر كل دارتي كذي أو دارتي أيه روح لي نبى عليه الصلاة والسلام وأنا قاعد نسافر عم روح ما هاد نسكر هبي هدا السيدا يلي ويدان عذاب باي لهي دكتور يدتونا طب يا ابني تيا الله ترى هذا مبان لي ذكوس قاديني وحيالها لقو أقبله دعاء وحكم إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هدي ولا على روحها منكر رعي هدي لسك هدي اللي حتى مركز لقوا وضر هالي نقدم كذا مضي ما كوا وضر هالوي ساس يضا أن اللي بقارين بس سالوسي وضر روح يا سالوسي وضر روحانية ها تمر كساس اللي هو دمر اللي بس باسي يجو جريه هذي شوقة أن صعب بحن أي سدا 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 أوسي وضر رق رقاقية أو سوق يبعد موتة نوع وعلن إنه نقضي وعلن مرن للي ورقية أو محي مرن للي أرتية أو وحويان إلهي سبحانه وتعالى لك عبصده إلهي أطوه ما هلو نقضى إلهي سبحانه وتعالى سيدان إنك غير هالي نقن مايو إلهي سيدان إنك غير هالي نقن مايو سيدان اللي قد شوق مايو أود قنانتن إيا أمنقن إيا برواقضن اللي قد شري مايو هدي إلهي العاصيو إلا إلهي سبحانه وتعالى وحوه إن فريها دي اللي ديدو من ما دحوينا أبا وحل مركة اللي ديدة أمر كيسة ومضى قم كسية بل إلهي خالقه هاي اللي ديدين محاذ مالينس وأمر كيس العاسي أو اللي قهر يمد محاذ مالينس دي إلا إنا تقى حاريسو ما إمسا تشاربا أي حاجة كلي اللي نورهي إمكا أمديني وحتى وح تهريبي وح بضاها كل إمان أي وح دلالة هالك دلالكي تشوغان كون مرانا بل وح ميل والبا كل قد لي بلا وح أمد ميل بل قد لي عدو قرقاري سي عدو كان أمدو لي باو سيك راعيك تدلكو دي كي عين ويددكو دي دين تو دي كي عين أي ميل والبا لغو كراعي أنت يا رجال كن شوك تانا، واتايس وده هاي سطة، إيش وده فهم لا، أمد يوم قبيل ميرن، يو كوه ميرن، إلا وده ددي ما مدا حس وده هاي سطة، ومساج ددي، إسكو وده الدنيا، أمد ولا بشيء خبل واكن، شيء خبل حق كم مدا، شيء خبل هذير هذا سلفي ما، شيء خبل مشاهد ما، شيء خبل هذير هذا إن أهل السنة والجماعة ما، شيء خبل وهذه أكيد ميكروفون هذا وده ددي إسكو صوف ولا، عقابك كمت. نندنا وانتم مساجد سوفر يستي قال الله تعالى قال الرسول مدنا بقى أرني نين هبل واسدا هبل نو واسدا هبل سدا سان كيري هبل نك هسان كيري سقول سدا سويري أنا سدا سان كيري وهذا كده دين تأوشي الهوي هل خاصة حالة مرسى حد ما لين عامرة تواتر هبل هبل واسدا حسب هبل واسدا وكا وقبيلة يو أحساب يو فريقين أي الله كله فريعة محاو حكيني ومركي وناجينا للسفر واي حميهنا للسكريب واي حقينا الرائع واي أي استدعى النقض تهلا جم بكو حجية أمني جن يرى الله يستع شوقي ماي وح أمني جهينا إياه وحويا إلهي سبحانه وتعالى إلهي أمني جهية قلوبك إلهي بهية رابك ين معذ يا عفماتك إلهي بهية هدي إلهي أنت بإنه هي هدي إنه قرن وينه إنه آمين أي إنه معرتي أي إنه ألون قرن وينه إلهي والحمد لله إن نكون حمد نوي نبت قليه ذي هي إلهي نقول مهد إلهي بهي إنه نب مهد نقرأ رابك إلهي أنكم مهد نقرأ عفماتك إلهي أنكم مهد نقرأ تولد نبت إلهي سبحانه وتعالى أنكم مهد نقرأ الحمد لله أن راهنو مركا إنه الحمد لله أن راهنو أي إنه قولي فعل بقى إنه كان راهنو أي واحد إنه دونه إنه أرد إلهي نسيني قال هذا إنه طبيعي إنه إلهي بقى إنه دبيني هدي إنه إلهي هو كان سنه لكن هدي إنه إلهي عاصينه قال هذا لفت هذا أي إلهي إنه قد ريا إنه قد صلي ضيا خوله إلهي سبحانه وتعالى إنه كعب سنه وناك أن نسفرنا حمهنا أن نسكرهنا إلهنا سبحانه وتعالى وحن كبرنا وحاء فأي الدنب دعية بريبان إله يكون نهاية وبريبان يكون نهاية إله سبحانه وتعالى نقلنا بتقلي وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.